اخر حاجة هنتكلم عنها في الاكشنز اوف بيتا بلوكرز هي اننا نتكلم عن البيتا بلوكرز وعلاقتها او تأثيرها في الديابيتس. المريض اللي عنده سكر بياخد انسولين، لو هو بالغلط زود الجرعة بتاعت الانسولين او خد جرعة الانسولين وما كلش يعني او عمل اكسرسايز زيادة، فقلل الجلوكوز في البلد قوي، عمل هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا دي الجسم بيحاول ان هو يحلها عن طريق ان هو يزود الشغل بتاع السيمباثيتك نيرفس سيستم، الشغل بتاع السيمباثيتك نيرفس سيستم، لان السيمباثيتك نيرفس سيستم زي ما احنا عرفنا قبل كده بكذا طريقة بيزود البلد جلوكوز، بيزود البلد جلوكوز فيكوركت الهايبوجلايسيميا دي. وبالتالي انا عندي السيمباثيتك نيرفس سيستم لما يزيد كمان يعمل ايه على الهارت؟ يزود الهارت ريت بشغل البيتا 1. فعيان الديابيتس لما يحصل له هايبوجلايسيميا بسبب ان جرعة الانسولين زادت او لاي سبب إن كان، لما يحس بضربات قلبه ان هي سرعت يبدأ يعرف انه ايه، انه عنده هايبوجلايسيميا ومحتاج ياكل حاجة فيها سكر، فياكل حاجة فيها سكر عشان يكوركت هو الهايبوجلايسيميا. سو هو بقى اوير ان هو عنده مشكلة هايبوجلايسيميا ومحتاج انه ياكل سكر بدل ما يخش في كوما ديو تو الهايبوجلايسيميا. بلس ان السيمباثيتك نيرفس سيستم زي ما احنا قلنا بيكوركت الهايبوجلايسيميا بان هو بيزود البلود جلوكوز بشغله على الليفر عن طريق البيتا 2 ريسبتور اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان ليها افكت على الميتابوليزم، صح؟ ان كانت الحرف التي اللي في الميتابوليزم اللي في النص ده كان الشغل بتاع البيتا 2 يزود جلايكوجينوليسيس ويزود جلوكونيوجينيسيس فيزود البلود جلوكوز. وبالتالي الشخص اللي بياخد اللي عنده اللي جاله هايبوجلايسيميا ديو تو دوز عاليه من الانسولين اشتغل فيه السيمباثيتك ونفعه بحاجتين، اولا خلاه اوير بزياده ضربات القلب، خلاه ايه اوير ان عنده مشكله، بلس انه بالبيتا 2 زود البلاد جلوكوز بالجلوكونيجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. سو الميكانيزم ده حلو لمريض الديابيتس. طب تعالوا نتخيل بيتا بلوكرز قفلت هنا بيتا 1، ما بقاش الشخص ايه اوير بان فيه بسبب شغل السيمباثيتك، بقاش اوير ان ضربات قلبه مش هتزيد، فهو مش هيبقى اوير، وبلس ان مش هيحصل الكوركشن خصوصا مع نون سيلكتيف، خصوصا مع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز مفيش الكوركشن اللي حصل ده. وبالتالي لازم وانا بدي بيتا بلوكر لعيان عنده ديابيتس، انا مش كونتر انديكيتد، لا مش همنعه طبعا، لانه البيتا بلوكر مثلا لو حد عنده ديابيتس وانجينا لازم اديه بيتا بلوكرز عشان الانجينا، بس لازم اخليه ياخد باله وهو بياخد جرعة الانسولين انه ياكل كويس وان هو ما يعملش اكسرسايز ويكون واخد باله من جرعة الانسولين. وطبعا زي ما احنا قلنا ده تأثيره اكتر على بيظهر مع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز اللي هي بتضرب البيتا 2. طبعا في حاجة زيادة كده ممكن نبقى عارفينها في الجزئية دي، ان من في شغل السيمباثيتك نيرفس سيستم بيبقى فيه سويتنج بيحصل بسبب شغل السيمباثيتك، ولو احنا فاكرين كان النيرف اللي رايح للسويت جلاندز كان سيمباثيتك لكن بيريليز ايه اسيتيل كولين، كان كولينرجيك ويشتغل على ام 3 ما يشتغلش على ادرينرجيك ريسبتورز، ما يشتغلش على بيتا. وبالتالي البيتا بلوكر هتعمل ايه؟ انا عندي لما ارسل الهايبوجلايسيميا الشخص هيزيد ضربات قلبه ويزيد البلاد جلوكوز ويعرق ويعرق. البيتا بلوكرز هتمنع دي وتمنع دي لكن ما تمنعش العرق، فستيل برضه هيبقى عنده سويتنج ممكن ده يخليه شويه اوير، لكن اساسي طبعا حوار ضربات القلب هو اللي هيبدا مريض السكر ان هو ما يحسش بيه لو بياخد بيتا بلوكرز. سو we have to take care من الديابيتيك patients.